حسبوها ثورة فقراء وجوعى، فإذ بالشعب العراقي يبهرهم بوعيه وثقافته. اتهموا المتظاهرين بالتخريب، فإذ بهؤلاء المتظاهرين يلقنونهم دروسا في الوطنية وحب الوطن. ولأنها ثورة وعي وفكر وثقافة، كان لابد لثوارها من منهل ثقافي يرون منه عطشهم للقراءة والعلم في خضم معركتهم المصيرية نحو إحياء مجد وطن كان أول من استخدم الكتابة في العالم. من هنا كانت المكتبة. يعني فكرة المكتبة هي فكرة ثقافية لزيادة الوعي الشبابي. ما نريد الشباب اليوم يتثقف على شيء هو كان عايش به، ما نريده يتثقف على طائفية، نريده يتثقف على الوحدة وعلى الإنسانية وعلى الإباء على الصمود. احنا اليوم ثورتنا مو ثورة السلاح، ثورتنا سلمية وثورتنا بعقولنا. وكعادة العراقيين انبرى المتطوعون أفراداً ومؤسسات أهلية لإنجاز مشروع مكتبة شهداء التحرير داخل مبنى المطعم التركي، ليمثل ذلك المبنى أيقونة للثورة العراقية سياسياً وثقافياً. كلها دعم من الناس. تروح هسه بالمتنبي احنا عندنا مكاتب شافوا المكتبة دعموا هذا الشيء، لأن سلاح ثقافي بالمظاهرات. هم يقولون مندس، هذا المندس الكتاب اللي انت جاي يشوفه، هذا اللي عندنا. يقولون عندكم سلاح، هذا سلاحنا، سلاحنا الثقافة، سلاحنا الفكر. وعلى الرغم من الاعتداءات الحكومية المتكررة على المعتصمين في ساحة التحرير، تزدحم المكتبة بروادها وبحركة تداول للكتب بلغت نحو 1500 كتاب يوميا. هاي المكتبة يعني فكرتها كلش ممتازة، والكتب اللي تحتويها كلش مفيدة للقارئين، وتحتوي على أنواع هواية من الكتب، يعني السياسية والمسرحية والأدبية. ودائما هاي الكتب يعني تفيد الناس بمكان ما، وبيها رسالة انه هاي الثورة ثورة فكرية وثورة سلمية وفكرية، مو بس يعني هي مجرد ثورة بدون هدف، لا، لها أهداف هواية. من أهدافها انه تثبت للعالم كله انه هذا الشعب شعب مثقف وواعي ودارس. هكذا تصنع الثورات مستقبل الأوطان، فكرا وثقافة وعلما يمحو آثار ما خلفه الظالمون من استبداد وفساد وطائفية، ويبني وطنا يجمع أبناءه على الحق والعدالة والحرية.